تشرفنا اليوم باستلام كتاب تكليفنا بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة من فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف رشيد. سأبذل قصارى جهدي في تأليف حكومة قوية وعازمة على تنفيذ أهدافها. بالنسبة لنا ما يعني عمودنا الفقري ثقافيا وعقائديا هو ولاية الفقيه. علاقتنا بالجمهورية الإسلامية علاقة عقائدية، وهذه العلاقة العقائدية هي التي تؤكد وهي التي ننطلق النظرة التي ننطلق منها. هذه شو سميها هذه؟ تبعية لو متبعية؟ شكرا للجمهورية الإسلامية في إيران. تبعية لو متبعية؟ يكون لإيران تدخل في المرشح، أعتقد كل مراقب منصف يذعن بأن لكل الأطراف الدولية تأثير أقل بكثير من السابق. لا يوجد أحد ينكر وجود تدخل، تدخلات موجودة. السيد قااني كغيره من مندوبين الدول يأتي بين فترة وأخرى ويقوم بزيارات لمسؤولين حكوميين أو سياسيين. هذه شو سميها هذه؟ أنتم ذيول، لأنه كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى خلقه لفائدة، فالذيل الله سبحانه وتعالى خلق من أجل أن يستر العورة. شكرا للجمهورية الإسلامية في إيران.